النهارده حاول ان هو يوصل اكثر من مره، لكن ان شاء الله باذن الله مباراه العوده تكون من نصيبنا ومجموع المباراتين يكون من نصيبنا. سريعا كمان ينضم لي طبعا معالي الوزير ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. معالي الوزير عامل فاروق، برحب بك في البدايه. كيف ترى البعثه؟ الامور كانت صعبه الاول، اول ما جينا، لكن يوم المباراه يمكن الجو انتظم شويه. بشكل عام عايز ابدا معاك في البدايه، امر الطائره الخاصه اللي كان مميز جدا ده بالنسبه لكم كرائع، كرائع جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، حابب تقول عقب انتهاء المباراه كمان. طبعا كان نفسنا الاهلي والبا مسي على كابتن سيد طبعا وكل الموجودين في الاستوديو وقناه الاهلي، يعني دايما يا رب متميزه، ويمكن كنا عايزين نفرح الناس الحقيقه من هنا وجات لنا اكتر من فرصه، انما الحمد لله اللعيبه رجاله عملت ماتش كويس قوي. يمكن امبارح الطقس كان صعب جدا، الملعب نفسه الحقيقه كان مؤثر، كنا قلقانين انه يبقى في اي نوع من انواع الاصابات. يمكن لو بصينا نلاقي عدد من اللعيبه كان بيتزحلق النهارده وهو بيلعب، ويمكن الحمد لله ما فيش اي حاجه حصلت في ال 18 او حاجه كانت ممكن تبقى عامل لنا مشكله في الماتش الجاي. انما بشكل عام احنا ادينا مباراه قويه جدا، لعيبه رجاله ملتزمين الحقيقه، بعث الحقيقه ما شاء الله دايما كده النادي الاهلي دايما التزام كامل الحقيقه، اللعيبه الجهاز الفني كل الامور اعتقد الحمد لله طيبه جدا. مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه يمكن قرار توفير الطائره ده قرار كان موفق جدا 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 الحقيقه. كنا هنتعب جدا لو الوضع جينا على دفعتين او سافرنا على دفعتين، احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين. هي المفروض طائره على وصول توصل هنا بتوقيت 8 يعني تقريبا 10 في مصر، ونبتدي خلال ساعتين بمجرد ما تتجهز ان شاء الله باذن الله نطلع باذن الله، وربنا ييسر لنا خير ان شاء الله في الرجوع، ان شاء الله تكون الدنيا موفقه. معاك معالي الوزير، ان القرار اللي اتخذ بعد طبعا المحاولات المستميته من مجلس اداره النادي الاهلي لنقل المباراه في ملعب السلام، وده يمكن امر بيرجع للجمهور، المسانده مطلوبه، المسافه بتبقى بعيده شويه، قرار اكيد مميز جدا كمان بجانب قرار الطائره الخاصه. طبيعي النادي الاهلي جمهوره دايما هو سنده، ويمكن جمهور النادي الاهلي وجوده اعتقد في ملعب السلام هيبقى الملعب نفسه الحقيقه الناس بتتعب لحد لما بتروح هناك، الدخول كيفيه الدخول اعتقد كل الكلام ده بالنسبه لنا المفروض هيسهل. اعتقد هيبقى الجمهور بتاع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كده يبقى بالشكل اللي يفضل داعم للنادي الاهلي الفتره الجايه، وربنا ييسر خير الماتش الجاي يبقى ان شاء الله كده موفقين باذن الله رب العالمين. فتره كارتيرون يمكن بيشتغل بشكل كبير جدا، بجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير، عامل نتائج طيبه جدا، وزي ما قلنا طبعا يمكن الراجل عنده روح الفانيلا الحمراء، بيجي يتكلم يحس ان هو عنده من المعايشه الحقيقه. يمكن في الثلاث اربع ايام دول الحقيقه في الحمد لله هدوء نفسي، في حب موجود، في ترابط مع اللعيبه، في لمسات، لا في شغل، في شغل بيتعمل في التمرين كمان الحقيقه. يعني انا شخصيا مستريح وشايف ان شاء الله باذن الله كل لما اللعيبه بتاعتنا اللي طالعه واللي صاعده يحصل اندماج اكتر واكتر، الشكل التيم بتاعنا هيتغير وهيرجع تاني بنفس القوه يمكن بشكل كبير زي ما كان فيه. متميزه جدا، بمجرد ما هتاخد الفرصه اعتقد الشكل هيتغير بالنسبه للنادي الاهلي، وده الطبيعي ان كل فتره 7 8 سنين كده بتبني جيل جديد بيحركك لحد فتره وتبتدي تعد جيل جديد وهكذا. اعتقد الحمد لله الامور ان شاء الله تكون طيبه باذن الله. طبعا لك معالي الوزير، لكن بعد المباراه ممكن نقول للعيبه النادي الاهلي عندنا المباراه اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيبنا، يعني معالي الوزير ممكن يقول لكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. اقول لهم انتوا رجاله، والحقيقه يمكن تحملتوا الجو بتاع امبارح الحقيقه كان صعب جدا زي ما بنقول، وان شاء الله لسه ما صعدناش، المباراه هي الاهم، هي النتيجه الاجماليه اللي من خلالها بنصعد. عندنا هدف بطوله افريقيا وعندنا هدف كاس عالم انديه ان شاء الله باذن الله، فعندنا هدف كلنا بنشتغل عليه، وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان هم لعيبه رجاله وجهاز فني الحقيقه قدير جدا وملتزم ومحترم جدا للغايه، ومجلس اداره في ظهرهم وجمهور كبير، هنعوز ايه تاني اكتر من كده؟ يعني جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجهاز فني ولعيبه على مستوى عالي، ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق.